خلينا نروح مع حضراتكم لخبر اخر. هي الخبر ده هو خبر رياضي، وكل عشاق النادي الاهلي بيواصل فريق الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر لاستعداد لمواجهه سياتل ساوندرز الامريكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطوله كاس العالم للانديه. المباراه من المقرر ان تقام غدا السبت. خلينا نعرف اخر استعدادات الاهلي والتشكيل المتوقع. هل الاهلي هيواجه فريق بحجم اوكلاند اللي استطاع الأهلي أنه يفرض شخصيته في الملعب عليه، ولا سياتل الأمريكي فريق أقوى منه؟ خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من أحمد الهواري الناقد الرياضي. مرحب بيك ونورنا في التسعة أستاذ يومانا، تحياتي ليكي وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طيب شايف بقى إيه حظوظ النادي الأهلي؟ أستاذ أحمد حضرتك سمعني كده؟ أنا سامع حضرتك، حضرتك سمعني؟ كده تمام. طيب. طبعا النادي الاهلي كان قدر ان هو يتخطى عقبه فريق اوكلاند ظهر امام النادي الاهلي بمستوى يعني متوسط شويه، فالنادي الاهلي استغل المباراه في ان هو يحقق فوز عريض بثلاثيه. مباراه بكره امام سياتل الامريكي لن تكون مباراه سهله، مش هتكون زي مباراه اوكلاند تماما. فريق سياتل فريق مميز جدا، كنت اتكلمت مع كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب امريكا ومنتخب مصر الاسبق، واكد ان فريق سياتل الامريكي فريق منظم جدا، لكن على الورق ووفقا للمباريات النادي الاهلي فريق افضل منظم اكثر من فريق سياتل الامريكي، لكن مستر مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي كلامهم كله خلال الساعات اللي فاتت ان لازم نحترم فريق سياتل الامريكي، لان بمجرد ما تتخطى سياتل الامريكي عندك مواجهه مهمه جدا ومواجهه تاريخيه امام نادي ريال مدريد بطل اوروبا. فانت بتتكلم ان مباراه بكره مباراه مفتاح ان انت تواجه ريال مدريد، فالكل داخل معسكر النادي الاهلي شغال على كده ان المواجهه ديت مواجهه مهمه جدا. تخطينا اوكلاند مش محتاجين ان احنا يعني نواجه سياتل باستسهال، لا، مواجهه صعبه ومواجهه لازم يبقى فيها تركيز، ومن اول دقيقه نخوض مواجهه سياتل على امل تحقيق الفوز وتسجيل هدف مبكر عشان نقدر ان احنا نتخطى سياتل والنادي الاهلي يقابل نادي ريال مدريد، ويكون ان شاء الله حال فوز النادي الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي. لو اتكلمنا على تشكيل النادي الاهلي مش هيكون في اي اختلافات عن تشكيل المباراه مباراه اوكلاند. لو مارسيل كولر حب يعمل تغيير او يعني لو في تغيير في تشكيل النادي الاهلي قد يكون الدفع ببيرسي تاو على حساب محمد شريف، او الدفع بطاهر محمد طاهر على حساب احمد عبد القادر، لكن التغييرات هتكون في اضيق الحدود خالص. يعني حتى اللحظه اللي بتكلم حضرتك فيها دي مستر مارسيل كولر مستقر على ان يكون هو تشكيل النادي الاهلي هو نفس التشكيل، ما فيش اي اختلافات فيه. طبعا كان الشناوي اللي بدا في حراسه المرمى، وشفنا بدء محمد شريف كان الخلاف على المهاجم، لكن محمد شريف هو اللي بدا. زي ما بقول لحضرتك ما يكون التشكيل هو نفس تشكيل مباراه اوكلاند. طيب يعني يا استاذ احمد، الحقيقه كل الاهلاويه بيسالوا كهربا هيشارك ولا لا؟ طيب بالامس كان في جلسه استماع في لجنه الانضباط حول موقف محمود عبد المنعم كهربا. طبعا كهربا كان هناك مشكله ما بينه وما بين نادي الزمالك، وخرج حكم على كهربا بتغريمه 2 مليون دولار بجانب الفوائد لصالح نادي الزمالك. الحكم ده من 2019، لكن امبارح في جلسه انضباط ما طلعش حكم، يعني ما صدرش حكم، وبالتالي محمود عبد المنعم كهربا حتى اللحظه هو يحق ليه المشاركه زي ما شارك في المباريات الاخيره، يحق ليه المشاركه. الكل بترقب موقف كهربا اللي ربما يتم تجديد العقوبه مره اخرى، ولكن الوفد القانوني او المحامين الخاصين بمحمود عبد المنعم كهربا وايضا كمان النادي الاهلي بيقولوا ان الاستئناف او الطلبات اللي تقدم بيها محامين كهربا يوقفوا اي حكم لحد شهر سبتمبر المقبل. دي وجهه نظر النادي الاهلي ووجهه نظر محامين كهربا. كمان الجهه القانونيه لكهربا او محامين كهربا عرضوا على لجنه الانضباط ان الغرامه كبيره اللي هو بياخد راتبه بالجنيه المصري، والغرامه 2 مليون دولار، فالفرق كبير جدا. فلازم اللاعب يشارك في المباريات وما ينفعش يتوقف عشان يقدر ياخد راتبه ويقدر يسدد، بجانب كمان ان الوفد القانوني طلب تقسيط الغرامه لنادي الزمالك، وقد يكون
يعني هناك تخييب من جانب نادي الزمالك بتقسيط غرامه محمود عبد المنعم كهربا تجنبا لايقاف اللاعب، وحتى تسنى للاعب سداد الغرامه، لان الفرق كبير ما بين حصول اللاعب على راتبه مع النادي الاهلي بالجنيه المصري وتغريمه بالدولار. فرق العمر من وقت صدور الحكم لحد النهارده اثر بشكل كبير جدا. ده والدراسه اللي قدمها الوقت القانوني او محامين محمود عبد المنعم كهربا، لكن احنا في انتظار الحكم، حتى الان ما صدرش حكم، وبالتالي كهربا يشارك غدا بصوره طبيعيه مع النادي الاهلي لحين صدور حكم. لو الحكم صدر قبل المباراه بايقاف اللاعب، اللاعب لن يشارك، لكن حتى الان لا يوجد حكم. ربما يصدر الحكم، يعني بنتكلم ممكن على يوم الاثنين الجاي مثلا، يعني حتى الان يحق للكهربا بالمشاركه، صح كده؟ معلش ما سمعتش حضرتك. حتى الان يحق لكهربا انه يشارك لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي. كهربا بيستعد مع النادي الاهلي في المعسكر بصوره طبيعيه، موجود في الحسابات، وربما يظهر غدا على دكه النادي الاهلي. مفيش اي حكم حتى الان، وبالتالي كهربا يحق له المشاركه. طيب اخيرا استاذ احمد، ايه الثغرات اللي مارسيل كولر هيضعها في عين الاعتبار قبل مواجهته اللي جايه؟ بص، هو النادي الاهلي يعني اكتر حاجه حرص عليها في التدريبات هو ركلات الجزاء، لان طبعا ربما يعني الفريقين يصلوا لركلات الترجيح، وده شفناه في مباريات كتير للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فمن ضمن الحاجات اللي ركز عليها كولر في التدريبات هي احتماليه الوصول لضربات الجزاء، كمان كان التسديدات من خارج المرمى حل كبير جدا، وشفنا ان هو حسين الشحات لجأ ليه في مباراه اوكلاند، فده اللي اتكلم عليه مارسيل كولر في تدريبات النادي الاهلي. العرضيات كان عليها تركيز كبير جدا، خاصه ان محمد شريف مهاجم النادي الاهلي بيبيد العرضيات، يعني الاهلي عنده اجنحه ولعيبه باكات يقدروا ان هم كمان مميزين في العرضيات، ويقدر النادي الاهلي يستغل العرضيات. كل دي اساليب لعب اعتمد عليها مارسيل كولر، اللي اكيد درس الفريق الامريكي بشكل جيد جدا، وزي ما قلت لحضرتك الكل حاطط قدام عينيه مواجهه نادي ريال مدريد، لانها مواجهه تاريخيه في مباراه رسميه، انك تواجه بطل اوروبا نادي ريال مدريد في كاس العالم للانديه، بتمثل اكيد حافز للجميع. فزي ما قلت لحضرتك الكل مركز وحاطط عينه مواجهه ريال مدريد يوم الاربعاء الجاي. طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله كل الحظ ليه في مباراته غدا امام سياتل ساوندرز الامريكي. بنشكر حضرتك جزيل الشكر احمد الهواري الناقد الرياضي.